اهلا بكم مع الدوره الخاصه بالفويس اوفر اي بي، المحاضره الاولى في محاضرات الدوره واللي بتقدمها لنا شركه سمارت سوفت سوليوشنز. معاكم المهندس محمد لطفي، ان شاء الله هكون معاكم خلال الدوره دي، واتمنى ان يعني اقدر اوصل لكم الماده العلميه والمحتوى بتاع الدوره بشكل سلس وسهل ونستفيد منها كلنا ان شاء الله. الدوره زي ما احنا عارفين كلنا هي خاصه بالفويس اوفر اي بي. اعتقد مصطلح الفويس اوفر اي بي كلنا تقريبا عندنا خلفيه عنه، لكن احنا هنقول باختصار هو عباره عن يعني فويس اوفر انترنت بروتوكول، يعني نقل الصوت عن طريق الانترنت. فاحنا هنشوف دلوقتي بالتفصيل ايه معنى المصطلح ده وايه اللي بيبقى مقصود بالمصطلح ده. لكن قبل ما ندخل في الدوره وقبل ما نتكلم فيها، حابب بس انوه على بعض النقط التنظيميه علشان نشوف هنستفيد ازاي من الدوره وازاي نقدر نحقق اقصى استفاده. الدورة بتاعتنا هي دورة عملية بالأساس، يعني كل التوبكس اللي هنتعامل معاها هي توبكس تطبيقية وعملية. الفيلد بتاع الفويس اوفر اي بي هو فيلد كبير جدا، وتكنيكاليتي هو فيلد عالي، في نظريات كتير وفي حاجات نظرية كتير جدا وفي توبكس كتيرة داخل الفيلد نفسه، يعني في مجالات كتير وحاجات كتير وبروتوكولز كتير داخل الفيلد. ممكن كل حاجة من الحاجات دي تتاخد فيها لوحدها دورات طويلة، يعني دورات منفصلة في الحاجات دي. فبالتالي الجزء النظري في الفويس اوفر اي بي هو جزء كبير، يعني فاحنا مش كونسيرند قوي بالجزء ده ومش هنتعمق فيه، ومش هو الجزء اللي احنا قاصدين ندرسه او نشتغل عليه في الدورة دي. الدورة دي هي دورة تطبيقية، فاحنا كل التوبكس اللي هناخدها هي بالاساس توبك تطبيقية، يعني ممكن باستثناء المحاضرة اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي المحاضرة التمهيدية، ابتداء من المحاضرة الجاية ان شاء الله هيبقى كل الشغل عملي وتطبيقي. وبالتالي يعني جزء الفويس اوفر اي بي اعتقد السكيدول بتاع المحاضرات عدى علينا كلنا او كلنا شفناه، هو تقريبا احنا بنتكلم في حدود ديت 8، يعني 8 محاضرات تقريبا بما فيهم المحاضرة التمهيدية اللي احنا فيها، يعني بنتكلم في 7 محاضرات. فالمفترض نغطي توبيك دي كلها بتاعت الفويس اوفر اي بي في 7 محاضرات، مده المحاضره تقريبا ساعه، ممكن تزيد شويه تبقى ساعه ونص في بعض المحاضرات، يعني احنا بنتكلم ماكسيموم 10 ساعات. فالهدف من الدوره المفروض ان انا بنهايه الدوره دي ان حضرتك تقدر تعمل امبلمنت لفويس اوفر اي بي سيرفر بشكل كامل، يعني فولي فيتشر فويس اوفر اي بي سيرفر. سيرفر تقدر تعمل له انستليشن وامبلمنتيشن سواء في الشركه اللي انت فيها او عند العميل بتاعك، بتقريبا كل الفيتشر او معظم الفيتشر اللي العميل ممكن يحتاجها از بيزنس. فعلشان اقدر اغطي الجزء ده في 10 ساعات فالموضوع ده هيبقى صعب قوي. وبالتالي احنا هنقسم الشغل بيننا، يعني الشغل مش هيبقى فقط في ال10 ساعات بتوع الدوره، لكن هيبقى الشغل متقسم بين الدوره وبينك انت او بين السيلف ستادي بتاعك. فاحنا هنبتدي المحاضره هناخد فيها جزء، هنفتح موضوع ما هنبتدي نشوفه بشكل عملي وبشكل تطبيقي ايه هو في مدة المحاضرة. وبعد كده هيبقى في ماتيريالز هندي لك اللينكات بتاعتها، هي برضو عبارة عن فيديوهات متسجلة خاصة بالتوبكس دي، بالإضافة للمحاضرة نفسها هتكون متسجلة. فهيبقى عندك بعد المحاضرة هيبقى عندك مادة المحاضرة نفسها متسجلة، وفي عندك ماتيريالز تانية فيديوهات هتشوفها. فالمطلوب منك ان انت تطبق كل الجزء اللي احنا عملناه في المحاضرة عندك انت بشكل فعلي وبشكل حقيقي، بحيث يبقى ماشي معانا واحدة واحدة بشكل عملي، وبنهاية المحاضرة يكون بالفعل انت بإيدك عملت implementation كامل لVoice over IP server. الموضوع ده هيتطلب منك commitment جامد ان انت تلتزم معانا بحضور المحاضرات، ولو ظروفك ما سمحتش انك تحضر محاضرة او في محاضرة فاتتك او احنا هنحاول نسجل المحاضرات، يبقى انت هتحضر المحاضرة على قد ما تقدر. بعد المحاضرة مطلوب منك انك تطبقها وتراجع عليها وتطبقها مرة واثنين وثلاثة اكتر من مرة، بحيث لما نيجي ميعاد المحاضرة الجاية يكون كل التاخد في المحاضرة الأولانية أنت بالفعل طبقته، كل انتر اكشن أو كل سؤال عندك أو كل حاجة مش واضحة قدامك هتبتدي تسأل فيها على جروب الفيسبوك. طبعا قبل ما تسأل ممكن تبص على الأسئلة اللي زمايلك نزلوها، ممكن يكون نفس المشكلة اللي عندك غيرك بالفعل نزلها وسأل فيها وفي ردود عليها، فممكن يعني مش شرط تكرر نفس السؤال، ممكن تشترك على طول في الشات او تشترك في الكومنتس اللي هي نازله على نفس السؤال، بحيث ما يبقاش في دوبليكيشن والدنيا تبقى سهله بالنسبه لكم شويه.
بالنسبه لي الماتيريال بتاع المحاضره نفسها او الدوره نفسها هي زي ما قلنا كلها دوره عمليه، لكن ودي من اول المحاضره الجايه. طبعا الخلفيات بتاعتنا تقريبا يعني مش واحده، يعني في بعضنا بالفعل ممكن تكون اول مره يسمع مصطلح الفويس اوفر اي بي او مجرد انه سمع عنه او عارف ايه هو، وفي بعضنا بالفعل شغال في الفويس اوفر اي بي، يعني بالفعل بيركب سيرفرز وبيعمل امبلمنت وبالفعل شغال بشكل بروفيشنال في الموضوع ده، ممكن داخل الدوره علشان الاستفاده او علشان يشوف ايه اللي ممكن يستفيده. فالمستوى اكيد متفاوت، فبالتالي احنا بس في المحاضره دي هناكد على بعض الحاجات النظريه، مش هندخل في الجانب النظري بشكل تفصيلي، لكن في بعض النقط النظريه او بعض المصطلحات عايزين نتاكد ان احنا كلنا عارفينها ومتفقين على معناها علشان ما يبقاش في كونفليكت ويبقى اللانجوج اللي احنا بنتكلم بيها كلنا متفقين عليها وكلنا فاهمينها. فده اللي هنعمله في المحاضره دي باذن الله، ان احنا هناخد جزء تمهيد سريع كده، وبعد كده هنشوف ايه اللي هيتعمل في المحاضره. يبقى احنا في كل محاضره بعد كده هنبتدي نشرح ماتيريال، نشرحها بالتفصيل، و انت بعد المحاضره هتبتدي تطبق الماتيريال دي في البيت براحتك، والاسئله او الصعوبات اللي هتقابلك هتبتدي تسال على الفيسبوك جروب او تشوف لو في حد قابلته نفس المشاكل ويقدر يساعدك، او احنا نقدر نرد عليك ونساعدك، بحيث ان شاء الله على المحاضره اللي بعدها يكون التوبكس دي انتهت بالنسبه لك ونبتدي في التوبك الجديده. وفي المحاضره اللي بعدها قبل ما نبتدي في التوبك الجديده ممكن بندي جزء في الاول كده ديسكشن، لو في اي حد عايز يسال في حاجه، عايز يستزيد في حاجه، او في ايشو قابلتنا كلنا وعايزين ناكد عليها، فبندي 5 دقائق او 10 دقائق في اول المحاضره نراجع على الجزء اللي فات او نشوف ايه المشاكل اللي قابلتنا، وبعد كده نبتدي في الجزء الجديد. دي السايكل بتاعتنا خلال محاضرات الدوره ان شاء الله. احنا هنحاول في كل محاضره من المحاضرات، بما ان هو اصلا الدوره عمليه زي ما احنا قلنا، فنحاول في كل محاضره من المحاضرات ان احنا ندي توبك مقفوله، يعني المحاضره الجايه هي المحاضره الثانيه، بنهايه المحاضره الثانيه هيبقى عندك المفترض سيرفر اب اند رانينج، يعني سيرفر فويس اوفر اي بي بالفعل اب اند رانينج، فدي كده توبك مقفوله. بعد كده كل محاضره هندي توبك مقفوله، يعني فيتشر كامله جاهزه ان انت تعمل لها امبلمنت وتستخدمها بشكل عملي وتطبيقي في السيستم نفسه. والمحاضرة اللي بعدها هنبتدي نوسع الدايرة دي شوية، المحاضرة اللي بعدها نوسع الدايرة دي شوية لحد ما نوصل لآخر محاضرة نكون تقريبا قفلنا أو غطينا كل السيستم اللي معانا أو المحتوى اللي إحنا هنتكلم بيه. إحنا قلنا الدورة عبارة عن هنتكلم فيها عن الفويس أوفر أي بي سيستم. فويس أوفر أي بي سيستم باختصار هو تكنولوجيا نقل الصوت عن طريق الإنترنت. أي صوت بيتنقل عن طريق الإنترنت بيتقال عليه فويس أوفر أي بي سيستم. لكن إحنا بشكل خاص المقصود عمليا الفويس اوفر اي بي هو المكالمات التليفونيه عن طريق الانترنت، ده بشكل خاص. لكن بشكل عام اي فويس بيتنقل عن طريق الانترنت او بيتنقل عن طريق الداتا نتورك بيتقال عليه فويس اوفر اي بي. طبعا الاجنده بتاعتنا في شويه كلام نظري، بس انا ما بحبش النظري كتير، يعني بيعرف لك ايه هو الفويس اوفر اي بي. هو الفويس اوفر اي بي باختصار هو عباره عن الباكتيزيشن اند ترانسبورت اوف كلاسيك بابليك سويتشنج تليفوني نتورك. احنا هنشوف الكلام ده بشكل افضل من كده، مش عايزين نضيع في وقت. ليه اصلا ليه بنتكلم على الفويس اوفر اي بي؟ ليه احنا عايزين ننقل الصوت عن طريق الداتا او عن طريق الانترنت؟ خلينا نشوف الموضوع بشكل تاريخي شويه علشان نشوف ليه هنلجا لموضوع الفويس اوفر اي بي. عندنا في الرسمه اللي قدامنا دي في شبكتين، خلينا الشبكه اللي فوق الاول هي الشبكه التقليديه، شبكه التليفونات التقليديه. احنا طبعا عارفين ان التليفونات سبقت الانترنت وسبقت الداتا في الوجود. التليفونات اعتقد من القرن 19 او نهايه القرن اللي فات كانت بدات شبكه التليفونات في الظهور. فشبكه التليفونات العامه هي عباره عن ايه؟ نفرض مثلا ان احنا في الاريا اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي في المهندسين مثلا، ففي المهندسين في سنترال المهندسين اللي هو سنترال المصريه للاتصالات الخاص بالمهندسين. سنترال ده عباره عن ايه؟ عباره عن اكويبمنت فيها اجهزه وفيها معدات وفيها حاجات بتعمل توليد لخطوط تليفون، بحيث لو قلنا مثلا الاريا اللي فيها المهندسين دي فيها 50,000 واحد محتاجين الخدمه دي، فالسنترال المهندسين فيه 50,000 خط تليفون موجود في سنترال المهندسين. كل خط تليفون طالع منه سلك تليفون من اول السنترال لحد كل مشترك في بيته، لحد كل واحد في بيته سلك ديديكيتد. يعني طبعا الكابلات خارجه من السنترال، خارجه في كابلات كبيره، والكابلات متوزعه على فريمات في الشوارع كبيره، والفريمات متوزعه على فريمات فرعيه وهكذا.
لكن الخلاصه ان انت في سلك تليفون مخصص ليك جاي من اول السنترال لحد البيت عندك، لحد ما بتوصل عده التليفون، ده سلك خاص بيك ما فيش حد بيشارك فيه معاك. السلك ده شايل خط التليفون بتاعك، وخط التليفون بتاعك له اي دي اللي هو رقم التليفون بتاعك. يبقى كل مشترك، لو في 50,000 مشترك في المنطقه دي، ففي 50,000 كابل تليفون طالع من السنترال لحد كل مشترك في بيته، وكل مشترك ليه اي دي اللي هو رقم الخط بتاعه. فلو سين المشترك ايه مثلا عايز يكلم المشترك بيه، او الشخص ايه عايز يكلم الشخص بيه، يرفع سماعه التليفون ويطلب الاي دي اللي هو رقم التليفون بتاع الشخص الثاني. فالريكوست بيروح من عنده لحد السنترال، سنترال بيحلل الريكوست وبيعرف الرقم اللي انت طالبه، فهو فاهم ان الرقم ده رقم مشترك عنده، فيبتدي يعمل يوصل الخطين ببعض ويوصل لك ايه المكالمه من هنا لهنا للطرف الثاني، فالطرفين يكلموا بعض. طيب لو انت طبعا زي ما في المهندسين في بقيه المناطق، في العباسيه، في مصر الجديده، في اسكندريه، الاسماعيليه، مرسى مطروح، في على كل الجمهوريه كل منطقه ليها سنترال بيخدم على الجيوغرافيكال اريا دي، وبيدي خطوط تليفون للمشتركين، وكل مشترك بيبقى ليه اي دي خاص بيه يونيك مش متكرر. فلو انت مثلا سيد المهندسين زي ما قلنا، وسيد في اسكندريه مثلا، انت لو عايز تطلب عميل او حد في اسكندريه تعرف رقمه، بترفع السماعه وبتطلب الرقم بتاعه، فالريكويست زي ما قلنا بيروح للسنترال بتاعك، السنترال بيحلل الرقم ده فبيفهم ان الرقم ده مش موجود في نطاق المنطقه بتاعته، فبيبتدي يعمل ايه؟ كل سنترال من السنترالات دي بيبقى مربوط بسنترال تاني، يعني ده المهندسين في ربط بينه وبين سنترال تاني في المنطقه التانيه، والسنترال التاني في ربط او اكتر من رابط بينه وبين اكتر من سنترال تاني، وهكذا كل سنترال بيبقى مربوط بسنترال تاني او اكتر من سنترال، بحيث ان كل الشبكه دي تقريبا بتكون مربوطه ببعض. فالريكوست هو بيلاقيه مش موجود للمشترك بتاعه هنا، فيبتدي يبعت الريكوست على الرابط للسنترال اللي بعده، او النود او النقطه اللي بعدها. السنترال اللي بعده ياخد الريكوست، لو كان في الاريا بتاعته بيبتدي يحول عليه، لو مش في الاريا بيبتدي يلاقي عنده اكتر من رابط، ففي اكويشن معينه وبارامترز معينه هو بناء عليها بيحدد هيبعت الريكوست عن طريق الرابط ده او عن طريق الرابط ده، هيبتدي يبعت الريكوست، والريكوست من سنترال لسنترال لسنترال لحد ما يوصل في الاخر للسنترال اللي هو بيلاقي الرقم ده موجود في اللوكال اريا بتاعته، فبيبتدي يحوله على المشترك بشكل مباشر. فمن هنا بتتم المكالمه التليفونيه بين طرف وبين طرف تاني. طبعا اللي موجود داخل مصر موجود برضو ربط بين الدول وبين بعضها، بحيث لو عايز تقدر تكلم اي مشترك في اي مكان بتقدر ان انت تكلمه. الشبكه الكبيره دي اسمها بي اس تي ان، او اختصارا بابليك سويتشنج تليفوني نتورك، ودي شبكه التليفونات التقليديه اللي هي سبقت شبكه الداتا في الوجود. بعد كده بكذا عقد من السنين، يعني ما اعرفش 30 40 سنه ولا 100 سنه حاجه زي كده، ابتدت تظهر شبكه مماثله بس خاصه بالداتا علشان تنقل البيانات. فشبكه الداتا تقريبا خدوا نفس الاستراكشر بتاع شبكه التليفونات، عباره عن استبدل بس السنترالات اللي هي تعتبر نقطه التجميع والتوزيع، استبدلها بحاجه تانية اللي هي الراوتر. فانت لو موجود في شركه دلوقتي، الشركه فيها اجهزه كمبيوتر 10 20 جهاز، فال 10 20 جهاز دول واصلين مع بعض طبعا عن طريق سويتش، ان هم رابطهم كلهم ببعضهم، فكلهم بيقدروا عن طريق السويتش ان هم يكلموا بعض او يتبادلوا، يعني يتكلموا بعض يعني يتبادلوا الداتا بينهم وبين بعضهم. طيب لو حب كمبيوتر من هنا يتواصل مع كمبيوتر بره اللوكال اريا نتورك بره الشركه، بيعمل ايه؟ زي ما هنا بيخرج عن طريق السنترال، هنا بيخرج عن طريق الراوتر. كل شركه بيبقى فيها الراوتر، والراوتر ده هو المتصل بالشبكه الخارجيه، راوتر متصل براوتر، وراوتر متصل براوتر، واكتر من راوتر، في حاجه اسمها كلاود اوف راوترز. فبرضه انت لو عايز تكلم البي سي او عايز تكونكت على البي سي ده، فريكوست بيطلع من عندك على الراوتر بتاعك، الراوتر بيلاقي ان الادرس اللي انت عايز تكلمه بره الاريا بتاعته، فيبتدي يطلع على اللينك اللي بينه وبين الشبكه الخارجيه، يبتدي يبعته على الراوتر تاني، ويبتدي الريكوست برضه يخرج من راوتر لراوتر. وبرضه في ايكويشن بتحدد اي اتجاه، لو في اكتر من مسار، اي مسار الريكوست يمشي بيه، لحد ما في الاخر يوصل للراوتر اللي هو بيسيرفس على الديستنيشن اللي انت طالبه بالفعل، فبيحصل الكونكشن بينك وبين الطرف التاني. نفس الاستراكشر اللي فوق هو نفس الاستراكشر اللي تحت، لكن فوق خاص بالفويس وتحت خاص بالداتا، وكده بقى في عندي تو نتورك موجودين، شبكه خاصه بالفويس وشبكه خاصه بالداتا. لازم نلاحظ ان يعني شبكه الداتا مع انها احدث بكتير من شبكه التليفونات، لكن انتشارها اقوى
واكتر بكتير جدا من التليفونات، والسبب ان الاكويبمنت بتاعتها نفسها رخيصه، يعني مفيش مقارنه بين سنترال المهندسين مثلا، نشوف المبنى الكبير ده اللي شايل سنترال المهندسين، مفيش مقارنه بينه وبين راوتر، يعني اللي بيقوم بنفس وظيفه السنترال هنا هو راوتر، حته جهاز صغير كده يعني بقى رخيص جدا، فبالتالي عدد الراوترز يعني اضعاف مضاعفه عدد السنترالات الموجوده، وانتشارها الجغرافي اكبر بكتير جدا من انتشار السنترالات الموجوده، وبالتالي شبكه الداتا بقت مع انها هي الاحدث لكن هي اكثر انتشارا دلوقتي. شبكه الداتا مع تطويرها قدروا يعملوا بروتوكولز ويعملوا تكنيكس ان هم زي ما بينقل الداتا هيحاول ان هو، طب احنا ليه ما نستخدمش نفس الشبكه اللي بقت منتشره بشكل اكبر وتقريبا واخده نفس الاستراكشر، ليه ما احاولش استخدمها ان انا انقل عليها برضو الفويس، يعني زي ما بنقل عليها الداتا انقل عليها الفويس والصعيد عن الشبكه الكبيره القديمه المكلفه بتاعه التليفونات. ومن هنا جت فكره ان انا ادمج الفويس مع الداتا، فبقى الاساس هي شبكه الداتا لكن احمل عليها الفويس مع الداتا كمان. فبالتالي تولدت فكره الفويس اوفر اي بي، ان انا استخدم شبكه الداتا وانقل عليها الفويس لانها ارخص وامكانياتها اعلى. وهنا تولدت فكره الشبكه الكونفيرجد نتورك اللي هي الشبكه المدمجه بين الفويس وبين الداتا، هي نفس شبكه الداتا بتاعتي العاديه خالص بالاستراكشر بتاعها بالراوتر، واصل عليها البي سي زي ما هي واصله، لكن هنلاحظ ان ابتدى يوصل عليها ايه تاني؟ ابتدى يوصل عليها حاجه اسمها اي بي فون. ابتدينا نعمل اي بي فونز، تليفونات غير التليفونات التقليديه دي، تليفونات جاهزه على طول انها توصل بالنتورك، يعني بدل ما بتاخد خط تليفون لا بتاخد لان كونكشن، او حتى بقى فيه وايرلس كونكشن دلوقتي، فابتدى التليفون نفسه يوصل دايركت على النتورك بتاعتي على الراوتر، وكل تليفون برضه هيبقى ليه اي بي، وبالتالي ممكن يبقى فون هنا في نفس الشركه بيكلم باقي الفونز، او لو في فون في شركه تانيه او في مكان تاني ممكن برضه ثرو شبكه الداتا يكلموا بعض. طيب هنعمل ايه في الاكويبمنت القديمه الموجوده، السنترالات اللي اوريدي موجوده وخطوط التليفونات الموجوده والاستراكشر الموجود؟ زي ما قدرت اعمل تليفون يوصل دايركت على شبكه الداتا، هقدر اجيب البي بي اكس نفسه واقدر اوصله هو كمان على شبكه الداتا، طبعا التوصيل مش هيبقى بشكل مباشر كده، لكن اكيد هيبقى في وسيط في النص يخلي لي البي بي اكس ده بكل الاكويبمنت، كل عدد التليفونات وخطوط التليفون اللي هو بيسيرفس عليها ويخدم عليها، كل الاستراكشر ده يبتدي عن طريق وسيط ما اللي هو الجيت واي، او هنشوفه قدام شويه، عن طريق الوسيط ده اقدر اوصله على طول على النتورك، وبالتالي كل الاكويبمنت القديمه نفسها داخله معايا على النتورك، يبقى بقى النتورك شايله البي سيز او الاكويبمنت الداتا اكويبمنت القديمه زي ما هي المعروفه التقليديه، شايله اي بي فونز مخصوصه انها توصل على الداتا نتورك دايركت، واخده اي ديهات واخده ارقام، وشايله عن طريق انترفيس معين تقدر ادخل عليها كمان الاولد اكويبمنت الاجهزه القديمه او الاجهزه التقليديه اللي هيبنوا عليها التراديشنال اكويبمنت. فدي كلها على بعضها اسمها الكونفرجنت نتورك، ودي المقصود بالفويس اوفر اي بي بالنسبه للحاله بتاعتي. طيب انا دلوقتي علشان احنا قلنا خلاص هنحمل الفويس، انا هنوصل الفويس، هننقل الفويس عن طريق الداتا. الفويس ازاي يتنقل عن طريق الداتا؟ يعني مفيش اي مقارنه او وجه مقارنه اصلا بين الفويس وبين الداتا، ده نوع من السيجنال وده نوع تاني خالص من السيجنال، وده ليه بروتوكول وده ليه بروتوكول ثانيه خالص. فازاي اقدر انقل الفويس نفسه عن طريق الداتا؟ انا طبعا الفويس بتاعي انالوج، يعني انا لما بتكلم دلوقتي خارج الصوت بتاعي عباره عن انالوج سيجنال، لما بتحول لكهرباء عباره عن انالوج، حاجه عامله زي السين ويف كده، او لو حد شاف شكل السبيتش سيجنال عباره عن انالوج. الداتا نتورك كل الداتا اللي ماشيه فيها عباره عن ديجيتال داتا، فبالتالي اول حاجه لوجيك لازم نعملها في الصوت ان انا احوله من انالوج الى ديجيتال، دي اكويبمنت حاجه اسمها انالوج تو ديجيتال كونفرتر، بتحول الصوت بتاعي من انالوج فورمات الى ديجيتال فورمات علشان يبقى جاهز ان انا ادخله على شبكه الداتا، ولما بيمشي في شبكه الداتا ويوصل لديستنيشن للطرف الاخر علشان يبتدي يسمع الداتا دي كصوت، لازم في اجهزه ثانيه حاجه اسمها ديجيتال تو انالوج كونفرتر بترجع بقى الفويس لاصل، يعني تاخد الديجيتال داتا اللي جايه لها وتعملها كونفرت تاني لانالوج داتا، فتحول الداتا تاني الى صوت، يبقى الصوت الاول بيتحول لداتا يمشي في النتورك، ولما يروح للديستنيشن الديستنيشن ياخده ويحوله من داتا الى صوت ويبتدي يطلعه لي في السبيكر بتاعي وابتدي اسمعه كصوت. طيب هل العمليه كده بس؟ لا، انا علشان اقوم بالعمليه دي في اكتر من حاجه، في حاجات كتير جدا جدا بتتم في النص
يعني احنا مش معنيين دلوقتي ان احنا نشوف تفاصيلها، لكن في بعض الحاجات انا محتاج اركز عليها. احنا مسكنا هنا الفويس بتاعي وحولناه بالانالوج تو ديجيتال كونفرتر اكويبمنت مخصوصه انالوج تو ديجيتال، حولته لي من انالوج لديجيتال، بقى الصوت بتاعي دلوقتي ديجيتال. الصوت الديجيتال نفسه مش جاهز ان هو يتنقل في الداتا. اولا في مشكله بتقابلني، حجم الصوت كبير، يعني الصوت نفسه اول ما بحوله ديجيتال السايز بتاعه ضخم جدا، فلو جيت انقل الصوت بالحجم ده في شبكه النتورك ممكن ياكل الباندويت بتاعي في عدد قليل جدا من المكالمات. فاول حاجه عمليه انا محتاج اعملها دلوقتي ان انا الصوت ده بعد ما حولته لديجيتال لازم اعمل له كومبريشن، لازم اضغطه باقصى ما يمكن او بافضل طريقه ممكنه علشان اقلل حجمه على قد ما اقدر. الكومبريشن ده بيتم في اكتر من كودك واكتر من بروتوكول بيتقال عليهم الكودك او الاوديو كودك او الكومبريشن كودك. في اكتر من ستاندرد بروتوكول او ستاندرد كودك بنقدر نعمل بيهم كومبريشن للاوديو. في مثلا حاجه زي الجي 711، في جي 729، وفي جي 723، وفي جي اس ام، وفي اكتر من فورمات واكتر من كودك للكومبريشن ده. يعني على سبيل المثال الصوت اصلا الطبيعي بتاعه اللي بيبقى خارج من التليفون بتاعي اول ما بحوله لديجيتال بيبقى الحجم بتاعه عباره عن 128 كيلو بت بير سكند، ده السايز بتاعه او ده الباند ويث بتاع الصوت. لو عملت له كومبريشن بالفورمات بالكودك اللي هو جي 711، جي 711 بينزله ل 64 كيلو بت بير سكند، يعني عمل لي وفر بنص الباند ويث، نزل الصوت لنص حجمه. في الكودكس الثانيه جي 729 على سبيل المثال بينزله ل 8 كيلو بت بير سكند، يعني بيعمل ضغط تقريبا لواحد على 16 من حجمه. في جي 723 بيعمله ب 6.3 كيلو، يعني بيضغطه اكتر واكتر. فبالتالي تقريبا الفروق بين الكودك هي عباره عن في الغالب يعني بتكون الكومبريشن ريت، كل كودك بيعمل كومبريست بريت معين. طيب عملنا للصوت كومبريشن وصغرنا حجمه، هل هو جاهز ان هو يتنقل؟ لا مش جاهز ان هو يتنقل. ليه؟ الصوت في الطبيعي بيبقى ماشي في الواير في السلك سيجنال متصله ماشيه على طول ورا بعضها ستريم اوف سيجنال، لكن الانترنت او الداتا نتورك الداتا مش ماشيه فيها على شكل سيجنال، الداتا ماشيه فيها على شكل باكتس او على شكل، يعني لو هنمثلها هنقول لو ده طريق سريع مثلا في عربيات لوري ماشيه على الطريق، هي الباكتس دي هي عربيات النقل او عربيات اللوري اللي ماشيه على الطريق. عربيه اللوري دي عباره عن ايه؟ عباره عن عربيه كابينه فيها سواق وفيها كراسي وفيها اجهزه وفيها كل الحاجات دي ملهاش علاقه بالداتا، وفيها في الاخر ورا كده صندوق، الصندوق ده هو اللي شايل جزء من الداتا. العربيه دي كلها بقول عليها باكت، يبقى الباكت عباره عن ايه؟ عباره عن كونتينر شايل الداتا بتاعتي، وغير الكونتينر فيه حاجات تانيه خاصه بالحركه اللي بتساعد بتخلي العربيه تتحرك وهتخلي الباكت تتحرك. فانا بعمل باكتيزيشن للصوت بتاعي، بدل ما هو ستريم اوف سيجنال لا همسكه اقطعه حتت 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 معينه كده، سي مثلا كل 50 كيلو همسكهم في بلوك، 50 كيلو ده بروح واخدهم حاططهم في كونتينر، والكونتينر ده بكمل عليه بقيه الاكويبمنت زي العربيه النقل بالظبط، شويه حاجات علشان تمشيه وعلشان نحدد له واجهته واحدد له هو يتنقل ازاي ويروح فين ومنين وهكذا. الحاجات دي كلها يعني انا بعمل له انكابسوليزيشن الاول بشويه بروتوكولز. المكالمه نفسها في اكتر من بروتوكول هنتعرض له، فيها اسمها السيب وفي الار تي بي وفي الار تي سي بي، دول خاصين بالفويس بالداتا بتاعتي نفسها او المكالمه التليفون نفسها. طيب شغلنا عليها او طبقنا عليها البروتوكولز دي، زي ما قلنا علشان ابتدي اعمل لها راوت لازم اكمل بقيه بروتوكول الثانيه علشان الترانسبورت. احنا خلاص كده مسكنا الداتا وقطعناها وحطيناها في قلب الصندوق بتاعها، ناقص بقى اكمل بقيه العربيه اللي احنا قلنا عليها، العجل والدريكسيون و كل الكلام ده عباره عن بروتوكولز ثانيه بتطبق على الباكت دي، حاجه اسمها اليو دي بي وحاجه اسمها تي سي بي وتي ال اس، ده ترانسبورت مثلا ترانسبورت لاير، وبعد كده في الاي بي لاير، في كذا حاجه بتتحط تاني على الداتا علشان ابتدي اكون منها باكت وابتدي احذف الباكت في النتورك، وهي الباكت عارفه هي هتمشي ازاي في النتورك زي العربيه بالظبط ما بتمشي في النتورك. فكل البروتوكولز دي كل واحده ليها ستاندرد وليها حاجات كتير احنا مش هنتعرض للجزء النظري بتاعها، لكن احنا عايزين نعرف المسميات بس. انا هيهمني اكتر او يهمني قوي في الفيلد بتاعي مصطلحات زي السيب زي الار تي بي زي الار تي سي بي، هنشوفهم قدام شويه. وفي برضه يهمني الترانسبورت عباره عن اليو دي بي والتي سي بي والتي ال اس، ده اعتبرهم
انت هتنقل الداتا بتاعتك في عربيه نقل ليها صندوق، ولا هتنقلهم في قطر بتاع بضاعه، ولا هتنقلهم في سفينه، ولا هتنقلهم في طياره، زي ما في اكتر من ترانسبورت تايب للماتيريال، في برضو الداتا نفسها ليها اكتر من ترانسبورت تايب، يو دي بي وتي سي بي وتي ال اس، والحاجات دي احنا بالفعل هنتعرض لها قدام في الكورس العملي، يعني خلي الشرح بتاعها لوقتها. فانا وصلت في الاخر لايه؟ وصلت في الاخر للاستراكشر ده. يبقى في عندي كلاود هنا، طبعا انا شبكه النتورك بعبر عنها بالكلاود، لان هي عباره عن عدد رهيب جدا جدا من الراوتر المتصلين ببعضهم، اشبه بالسحابه او الكلاود يعني. فالكلاود دي واصله بين البي سيز وبين بعضها، طبعا ده بالديفولت، ده اساس شغل الكلاود. بعد كده عن طريق الوسيط اللي هو الجيت واي اللي احنا قلنا عليه، بقدر اوصل بيها الشبكه القديمه، شبكه البي اس تي ان، سواء اكويبمنت دايركت او السنترالات نفسها بتقدر تدخل على شبكه الداتا عن طريق الوسيط. فبالتالي بقت شبكه البي اس تي ان بدل ما كانوا محتاجه الشبكه دي تربط مع الشبكه الثانيه بوسيله ما، لا، هي الربط هيكون عن طريق الكلاود بتاع الداتا الموجود في النص. فبالتالي بقى في عندي هنا تليفون يقدر يكلم التليفون الثاني بشكل طبيعي جدا، هو مش حاسس ان هو ماشي عن طريق الداتا، وفي نفس الوقت البي سي يقدر يكلم البي سي بشكل طبيعي جدا، والتليفون يقدر يكونتاكت على البي سي، والبي سي يقدر يكونتاكت على التليفون بشكل طبيعي. دلوقتي في كذا مصطلح بس عايزين قلناهم على عجاله كده، عايزين نبص على كل مصطلح فيهم. يعني في عندي في ثلاث حاجات كده عايزين نبص عليهم سريعا: الفويس اوفر اي بي بروتوكولز، والفويس اوفر اي بي كودك، والفويس اوفر اي بي جيت واي. بالنسبه للبروتوكولز، انا مكالمه التليفون بتاعتي، انا دلوقتي عملت فويس اوفر اي بي سيرفر اللي هو السنتريك بوينت اللي هتبتدي تمانج مكالمات التليفون بتاعتي، قلنا يعني هنرمز له ان هو اسمه السيب بروكسي او اسمه الفويس اوفر اي بي سيرفر او السيرفر باختصار. فده السيرفر موجود عندي. بعد كده في الفونز بتاعتي اللي هي الاي بي فونز، اي بي فونز المفترض تبقى ريجسترد على السيرفر، يعني انا بجيب سيرفر اعرف عليه الفون، وبجيب الفونز بعرفها على السيرفر، فكل الفونز بتبقى كونكتد على السيرفر. فانا دلوقتي عندي سيب فون A وسيب فون B. طيب علشان الفون A يكلم الفون B، فون A طبعا انت بترفع السماعه تطلب رقم الفون B، فالفون A والفون B ما يعرفوش بعض وما بيشوفوش بعض، لكن كل واحد فيهم عارف السيرفر والسيرفر عارف كل واحد فيهم. فريكوست بيروح من الفون A بيروح للسيرفر، بيقول له انا عايز اكلم التليفون B. فالسيرفر بياخد الريكوست، هو عارف فين التليفون بي وعارف هيوصل له ازاي، يبتدي يبعت له الريكوست. الريكوست ده اسمه الانفايت ريكوست، يبعت له الريكوست. فاول ما يجي له ريكوست، الاستجابه بتاع التليفون ان هو بيرن علشان يعرف الاونر او يعرف اليوزر ان في انفيتيشن جايه له، في حد عايز يتصل بيه. فدلوقتي فون ايه طبعا اول ما بيجي له الانفايت يبتدي هو يرن ويبعت اكنولج للسيرفر، يقول له خلاص انا استقبلت الريكوست بتاعك وانا بستجيب لي دلوقتي بيرن. فيبتدي السيرفر ياخد الاكنولج يرجعه تاني للفون A ويقول له الطرف التاني بيرن دلوقتي، فيبتدي فون A يسمعك في السماعه بتاعتك الرينج باك. يبقى ده الترتيب اللي بيحصل بالظبط، انت بترفع السماعه تطلب رقم، السيرفر بياخد الرقم بتاعك يبعته للديستنيشن، ديستنيشن يستقبل الانفايت بتاعتك، يبتدي يخلي التليفون ده يرن ويبعت يقول للسيرفر انا خلاص برن دلوقتي، فالسيرفر يرجع لك يقول لك الطرف الثاني بيرن، فانت تبتدي تسمع رينج باك في السماعه بتاعتك. طبعا الكلام ده بيتم يعني في نو تايم، فانت ما بتحسش، بيفضل الكيس واصله لحد كده لحد ما الطرف ده يبتدي يرفع علشان يرد على المكالمه. وانس انه رفع ورد على المكالمه، فبيروح باعت ريكويست للسيرفر يقول له انا رفعت، فالسيرفر يروح باعت الريكويست للفون A يقول له الطرف الثاني رد، فالفون A يوقف الرينج باك ويبتدي يبعت اكنولج تانية من هنا لهنا، وبعد كده تبتدي تفتح السيشن دايركت بين الفون A والفون B، وتبتدي المكالمة كده، المكالمة تمت او انيشاليزد، المكالمة قامت بالشكل ده. في نهاية المكالمة لما اي طرف فيهم خلاص هيقفل، بيروح قافل السماعة، فبرضه بيبعت ريكوست تاني اسمه باي ريكوست للسيرفر يقول له انا خلاص قفلت، فالسيرفر برضه نفس الحكاية، يروح باعت ريكوست للطرف الاخر يقول له ان ريموت بارتي قفل او الطرف التاني قفل، عشان هو كمان يبتدي يقفل الكول. الانيشيشن اللي احنا اتكلمنا عليه ده، في اكتر من بروتوكول اقدر استخدمه علشان اعمل العمليه دي، يعني شكل الرسائل وشكل الكوماند اللي بتبعت من هنا لهنا، والريكوستات والاكنولوجي اللي بيجي من هنا لهنا، وايه الداتا اللي موجوده فيه، ده كده بروتوكول للكول انيشيشن. في اكتر من بروتوكول موجود للكول انيشيشن. اول بروتوكول اتعمل كان اللي هو الـ H323، ده تقريبا اول بروتوكول اتعمل خاص
بموضوع الفويب، يعني معمول مخصوص علشان الفويب، هو الحقيقه بروتوكول قوي جدا ويعني في منتهى الكفاءه. لكن في بروتوكولز ثانيه، في مثلا حاجه اسمها اس سي سي بي اللي هو السكيني، ده بروتوكول عاملاه سيسكو، ده بروتوكول خاص بيها هي، وهي اللي عاملاه على الاكويبمنت بتاعتها، برضه ليه شكل تاني وليه فورمات تاني وشكل مسج بتتنقل من الفون للسيرفر ومن السيرفر للفون، ليها ستاندرد، ليها فورمات معين. في بروتوكول تاني بعد كده اتعمل اللي هو السيب، سيشن انيشيشن بروتوكول. السيب ده في الحقيقه ما كانش معمول علشان الفويب، هو كان معمول من اسمه كده سيشن انيشيشن بروتوكول، بروتوكول بابليك، بروتوكول عام جدا، لاي سيشن هتقوم بين طرفين يقدروا يستخدموا البروتوكول ده، يعني هي ما كانتش معموله للفويب. لكن السيب كفاءته عاليه جدا، والاهم من الكفاءه ان هو سهل جدا في الامبلمنتيشن، يعني شكل الداتا في الاتش 323 داتا انكريبتد، ليها شكل معين انكريبتد، مش داتا احنا نقدر نشوفها او نقراها، هي حاجه باينري انكريبتد. فبالتالي علشان الفيندورز بقى يبتدوا يعملوا لها امبلمنت على السيرفر وعلى المانيفاكتشرر، الناس اللي هيعملوا اللي هيصنعوا عدد تليفون علشان يمبلمنتوا البروتوكولز دي، فالموضوع ما بيبقاش سهل قوي. لكن السيب بروتوكول سهل جدا، هو عباره عن تكست او ده شكل مسجز، بعض الكوماندز اللي بتتبعت من هنا لهنا ليها شكل ستاندرد، انت لو شفت الشكل بتاع السيب مسج هتقراها بنفسك، هتفهمها لان هي ريدابل وحاجه يعني بلين تكست، فهي سهله جدا. فبالتالي كانت سهله قوي قوي للفيندور اللي هم هيعملوا الاكويبمنت ان هم يعملوا لها امبلمنت على الاكويبمنت دي. فبدات تاخد البساط شويه بشويه من باقي البروتوكولز لحد ما تقريبا في الوقت اللي احنا فيه هي تسيدت كل البروتوكولز. فحتى الناس يعني كل الفيندور اللي كانوا شغالين اتش 3 ابتدوا كلهم يحولوا على السب. كل السبيسيفيك فيندور اللي كانوا عاملين لنفسهم حاجات خاصه زي سيسكو كانت عامله السكيني بتاعها، ابتدت تدخل مع السب. وحاليا تقريبا كل النيو اكويبمنت اللي سيسكو بتعملها عاملاها على السب، لانه هو خلاص بقى اكثر انتشارا، وكل الاجهزه وكل الماتيريالز وكل الاكويبمنت كل ده بقى يعني فاهم السب، وبقى يعني فورست على السب. وبالتالي هو البروتوكول بتاعنا الرئيسي اللي احنا هنتعامل معاه هو السب. فالسب ده هو عباره عن البروتوكول المسؤول عن الرسائل او السيجنال اللي بتتبادل بين السيرفر وبين الاكويبمنت، بين الفون سيت، علشان الكول تقوم. بعد ما بتقوم الكول، يعني الرسائل والكوماندز رايحه جايه بين العدد وبين السيرفر، لحد ما الكول بتقوم في الاخر ويبتدي يتفتح شانل دايركت بين فون A وفون B، ويبتدي الصوت يتبعت بين الفون ده والفون ده. احنا قلنا الصوت نفسه بقى علشان ابعته على النتورك هو كمان محتاج لشويه كودكس، لازم اعمله كومبريشن ولازم اعمله شويه باكتيزيشن وحاجات زي كده. الباكتيزيشن اللي هو التي سي بي والتي ال اس والاي بي والكلام ده كله، ده بيتعمل في لاير تانيه خالص في النتورك. لكن انا اللي يهمني موضوع الكودك، انا هعمل كومبريشن للصوت عن طريق كودك معينه، احنا زي ما قلنا في اكتر من كودك اقدر استخدمه ان انا اعمل بيه كومبريشن، قلنا اقدر استخدمه علشان اعمل بيه كومبريشن للصوت، وفي اكتر من كودك، وكل كودك تقريبا الفرق بين واحد وواحد هو درجه الكومبريشن اللي بيعملها. يعني في جي 711 بينزل الصوت لنص حجمه، في جي 729 بينزل الصوت لواحد على 16 من حجمه، ففي اكتر من كودك. طيب السؤال هنا، احنا طالما في اكتر من كودك، وفي كودك مثلا زي الجي 729 بينزل الصوت لواحد على 16 من حجمه، ايه اللي يخليني لسه بستخدم الجي 711 اللي هو بينزله لنص حجمه بس؟ يعني طبعا باللوجيك استخدم جي 729 لان هو بيوفر لي كتير جدا في الباندويتس، يعني الباندويتس اللي يكفيني ابعت مكالمتين بالجي 729 يكفيني ابعت 16 كول بالجي 729. فالسؤال، ليه الكودك الكبيره زي الجي 711 ستيل موجوده؟ ليه موجوده وليه لسه بنستخدمها؟ الحقيقه جي 729 هو كودك فعال جدا، لكن علشان نعمل كومبريشن للصوت، احنا خلي بالكم احنا بنتكلم كل ده في اللايف تايم، يعني الصوت شغال باستمرار، انا واحد رافع السماعه وعمال بيتكلم، فانا لازم اي بروسيسنج اعمله على الصوت يكون بروسيسنج سريع جدا، لان لو مسكت جزء من الداتا وجزء من الصوت بعمل عليه بروسيسنج، لازم اخلص البروسيسنج ده وابعت الداتا قبل ما تجيلي الباكت اللي بعدها، وطبعا اللي بيتكلم باستمرار، فلازم الموضوع يكون سريع جدا. فعلشان امسك الداتا واعمل لها بروسيسنج، اعمل لها كومبريشن بالجي 729 لواحد على 16 من حجمها، انا بحتاج ريسورس عاليه جدا، سواء ميموري او سي بي يو يوزج او، فانا بستهلك
من الريسورس بتاعت السيرفر بتاعي او بتاعت الاكويبمنت بتاعي. فاللي انا وفرته في الباندويتس هلاقي نفسي بدفعه تاني في الريسورس. فانا دلوقتي لو في سيرفر، السيرفر ده عامل حسابي انه يقدر يعمل بروسيسنج مثلا ل 20 كول كونكرنت باستخدام الجي 711. لو جيت على نفس السيرفر وقلت لا استخدم جي 729 علشان هو بيوفر اكتر في باندويتس، هلاقي السيرفر بالكتير مثلا هيعمل بروسيسنج لخمس مكالمات. يبقى انا نزلت من 20 مكالمه ممكن لخمس مكالمات، فانا اللي وفرته في الباندويتس نزلته في الريزلت النهائي. طب علشان اخلي السيرفر يعمل بروسيسنج لل 20 كول باستخدام الجي 729 لازم ارفع الاكويبمنت بتاعت السيرفر، لازم ارفع السي بي يو، لازم ارفع الرام، لازم ارفع في الريسورس نفسها بتاعت السيرفر. وبالتالي استخدام الجي 729 او الكودك اللي بتعمل كومبريشن عالي واستخدام مكلف، فانا بستخدمها في حدود. وعلشان كده هنلاقي ان الديفولت ان انا بستخدم جي 711 اللي هو الكودك المفروض شويه، لان هو ارخص ما بيحتاجش ريسورس من عندي كتير. الحالات اللي انا في مشكله عندي في الباندوتس وفي مشكله في عدد المكالمات ولازم بقى الباندوتس هو البوتل نيك عندي، وانا ما عنديش مشكله ان انا ازود في الريسورس وازود في الهاردوير، خلاص فبزود في الهاردوير واستخدم الجي 729. وبالتالي عشان كده هنلاقي ان الكودكس كلها تقريبا موجوده وكلها بتستخدم. خلاص، في بعد الكودك احنا قلنا الجيت واي. الجيت واي قلنا عليها باختصار، جيت واي عباره عن انترفيس. انا دلوقتي عندي شبكه السي ان انا عندي تليفون قديم، التليفون ده محتاج خط تليفون عادي. طيب انا عايز اوصل التليفون القديم ده على الداتا نتورك بتاعتي. انا خلاص في عندي فويس اوفر اي بي فون، في اي بي فون 6 بتوصل دايركت، لكن في تليفونات قديمه اوصلها ازاي؟ لازم وسيط. الوسيط ده اللي في النص اللي هو الجيت واي. الجيت واي هي عباره عن انترفيس او وسيط بقدر اوصل بيه الفونز القديمه او الفون لاينز القديمه، الخطوط القديمه الانالوج، اقدر اوصلها على الفويس اوفر اي بي نتورك بتاعتي. ده باختصار يعني موضوع الجيت واي. طبعا دي احصائيه بتقول لك هل الشركات بالفعل محتاجه فويس اوفر اي بي ولا لا. يعني انا بصراحه ما ببصش على الكلام ده، لان هو كلام دش ملوش اي معنى، هل هو مهم ولا مش مهم؟ واكيد لو مش مهم ما كناش عملنا الدوره دي من الاساس. ده كده الموضوع باختصار، او التمهيد النظري اللي احنا عايزين نقوله باختصار مخل جدا، لان احنا زي ما قلنا مش هندخل في الجزء النظري خالص. طيب نيجي بقى للجزء او بدايه الجزء العملي او بدايه التفكير في الجزء العملي. الفويس اوفر اي بي سيستم هنقدر نقسمها دلوقتي تقريبا لتو كاتيجوريز. فويس اوفر اي بي سيستم الموجود عندنا اقدر اقسمه لتو كاتيجوريز رئيسيين موجودين، الحاجات الانتربرايز والحاجات الفري. يعني هلاقي الفويس اوفر اي بي في حاجات انتربرايز عاملاها الشركات، حاجه زي سيسكو، حاجه زي افايا، حاجه زي نورتل، ان اي سي، باناسونيك، تقريبا كل فيندور مشهور احنا عارفينه شغال في التليكومنيكيشن عامل لنفسه سيستم فويس اوفر اي بي خاص بيه وبيبيعه، سواء فويب بس او معاه الاكويبمنت بتاعته او معاه الاجهزه او معاه، فده السيستم خاص بالفيندور ده. طبعا ده بفلوس، طبعا ده لازم نتعامل معاه بفلوس او نشتريه بلايسنس او بفلوس. لكن بما اننا دخلنا في الفيلد بتاع الداتا، ففيلد الداتا يعني كوميونتي على طول. الكوميونتي طبعا ناس ديفيلوبر ما بيعجبهمش ان الدنيا تبقى بلايسنس وبفلوس، لا لازم الحاجه تبقى متاحه ببلاش. فالكوميونتي بعض الديفيلوبر اجتمعوا مع بعض وعملوا حاجه جميله جدا جدا جدا. هم مش عملوا فويس اوفر اي بي سيرفر ولا فويس اوفر اي بي سيستم، لا هم عملوا ستاك او فريم ورك او لايبراري يقدر الديفيلوبر بعد كده اللي يجي بعدهم يستخدمها علشان يصمم الفويس اوفر اي بي سيستم بتاعه. الستاك ده اللي هو اسمه استرسك. يبقى الاسترسك ممكن معظمنا يكون سمع عن الاسترسك وفاهم ان الاسترسك فويس اوفر اي بي سيستم، او الاسترسك في الحقيقه مش فويس اوفر اي بي سيستم، هو ستاك او فريم ورك او لايبراري يقدر الديفيلوبر باستخدامه يصمم فويس اوفر اي بي سيستم. الستاك ده قوي جدا، فليكسيبل جدا، فيتشر ريتش جدا، وبصراحه حاجه محترمه قوي. الستاك ده مسكوه بعض الناس التانيين او بعض الشركات التانيه، وابتدت كل شركه تصمم بيه السيستم بتاعها، وطلعت بيه سيستمز يعني مشهوره جدا، ويعني حققت سمعه كبيره. يعني كانت اول حاجه يمكن طلعت منه كانت الفري بي بي اكس، ده كان اول فويس اوفر اي بي سيستم مبني على الستاك اللي هو الاسترسك. بعد الفري بي بي اكس جت حاجه اسمها الاستكس. الاستكس ده كان من الحاجات يعني الكويسه جدا وعمل سمعه كبيره جدا جدا، لدرجه ان احد الفيندور اللي هو الانتربرايز اللي هي شركه 3 سي اكس يعني لقته كال الشير ماركت بتاعها،
فجت اشترته من الديفلوبر بتوعه، اشترته وخدته ضمته عندها، وبقت تبني هي كمان السيستم بتاع اللي هو الانتربرايز سيستم على الالاستكس اللي هو نفسه مبني على الاستكس. وظهر بعد كده حاجه اسمها الايزابيل، وده برضو حاجه موجوده ومشهوره برضو مبني على مبني على استرسك. وبقى في انتربرايز، بقى في فيندورز تانيين ياخدوا الستاك بتاع الاسترسك ويحطوه داخل الاكويبمنت بتاعتهم ويعملوا عليه السيستم بتاعهم بدون حتى ما يقولوا ان هو استرسك بيزد او حاجه زي كده. الشغل اللي احنا، وطبعا في اكتر من سيستم غير الحاجات اللي احنا قلنا عليها. اخر سيستم او احدث حاجه موجوده دلوقتي، ودي الحاجه اللي عاملاها شركه سمارت سوفت، وهو السيستم اللي احنا اخترناه علشان نمشي بيه في الدوره بتاعتنا، اللي هو سيستم زيندا او زيندا كول مانجر. زيندا كول مانجر هو عباره عن كول مانجر زيه زي الاستكس، زيه زي ايزابيل، زيه زي فري بي بي اكس، فويس اوفر اي بي سيستم بيزد اون استرسك او مبني على الاسترسك فريم ورك. طيب ليه اخترناه علشان نمشي بيه الدوره؟ في اكتر من سبب. اول سبب طبعا ان هو ده السيستم اللي عاملاه شركه سمارت سوفت، الشركه المقدمه للدوره، وبالتالي هو اكيد لو هتفكر تعمل دوره اكيد يبقى بالسيستم بتاعها، ده شيء باللوجيك طبعا. تمام، ده اول سبب. السبب الثاني بقى غير الجزء التسويقي ده، السبب الثاني ان بدايه كل الفويس اوفر اي بي سيستم تقريبا، مش تقريبا، هي كلها قايمه على نفس النظريه وقايمه على نفس الكونسيبت، فبالتالي اي نوليدج هتعرفها وانت بتدرس اي سيستم هتلاقيها متطبقه على باقي السيستم بدرجه ما تقلش عن 50%. يعني اي نوليدج هتعرفها وانت مثلا شغال في سيستم زيندا دي شغاله معاك في كل الفويس اوفر اي بي سيستم، سواء فري او انتربرايز. يعني حتى لو رحت على سيسكو بعد كده او افايا علشان تشتغل على السيستم بتاعهم، فانت اوريدي كونسبت كلها اللي انت عارفها كلها ابلايد موجوده معاك. طيب بالنسبه للسيستم اللي هي الفري، وخاصه الحاجات اللي هي الاسترسك بيز، ايزابيل او الاستكس او فري بي بي اكس، كل الماتيريال اللي انت هتعرفها في سيستم زيندا او في اي سيستم منهم 70% منها تقريبا او اكتر متطبق في باقي السيستم، فبالتالي اي نوليدج بتعرفها من اي سيستم شغاله على باقي السيستم. الفرق بس هتلاقيه في الفرق، هتلاقيه في تقسيم الشاشات، تقسيم الفيتشر او السيرفيس متوزعه هنا جزء هنا جزء هنا جزء. يعني كل سيستم طبعا بيبقى ليه وجهه نظر، يقسم الفيتشر ازاي، يوزع الخواص ازاي، الموديولز يجمعها بشكل معين علشان تعمل حاجه معينه، لكن 70% من النو هاو نفسه ثابت في كل السيستم، وبالتالي النولج اللي بتعرفها هنا هتساعدك على اي سيستم تاني. يعني بسهوله جدا في خلال اسبوع مثلا شغل انك تنقل من سيستم لسيستم، ما اعتقدش الموضوع ياخد منك اكتر من اسبوع. فلو انت عارف السيستم ده او ده او ده سهل جدا تنقل بين السيستمز وبعضها. الحاجه اللي بعد كده الاستراكشر نفسه بتاع سيستم زين ده، احنا شفنا سيستم فري بي بي اكس وشفنا الاستكس. الاستكس قايم على فري بي بي اكس، وايزابيل قايم على الاستكس، يعني هم كلهم قايمين على بعض، وبالتالي تقريبا الاستراكشر بتاعهم كلهم واحد. الاستراكشر بتاعهم احنا شايفين ان هو صعب، يعني الناس اللي اشتغلوا فيه هو الناس بصله بالمايند سيت بتاعت الاي بي، بتاعت الداتا، بتاعت الناس الاي تي. فالمايند سيت ده بعيد قوي قوي يعني عن المايند سيت بتاع الفون. احنا بنتكلم دلوقتي على كول مانجر، يعني هو سيستم اساسا علشان يهندل الكول فون اكتيفيتي. فالكول فون اكتيفيتي في التراديشنال بي بي اكس، احنا مثلا عارفين الحاجات التقليديه اللي هي الباناسونيك، الان سي، كل الفندر السامسونج، كل الفندر بتوع التراديشنال بي بي اكس، الحاجات التقليديه ليهم كونسبت معين وليهم مايند سيت معين. الحاجات الالاستكس بيزد او الحاجات السيستمز اللي اتعملت على الالاستكس بيزد ثابت المايند سيت ده كله، مع انه مايند سيت قوي جدا وسهل جدا وعملي جدا، فثابته واشتغلت بالمايند سيت بتاع الناس بتوع الاي تي. فبقى الجاب كبيره جدا بين الناس اللي شغالين في التراديشنال بي بي اكس السنترالات التقليديه والناس ان هم شغالين في الفويس اوفر اي بي. فبالتالي اي حد شغال في التراديشنال بي بي اكس بقى له 5 سنين 10 سنين 20 سنه عنده اكسبيرينس كبيره جدا وعنده نوليدج محترمه. بالنسبه له دلوقتي الفويس اوفر اي بي عباره عن يعني خيال علمي، يعني الدنيا تبقى صعبه جدا بالنسبه له. انت متخيل كل المصطلحات او كل المايند سيت نفسه مختلف، فالدنيا بقت صعبه قوي، في حين ان المايند سيت بتاع البي بي اكس يعني حاجه محترمه وسهله. فزيندا قام من الاول على اساس ان هو يقلل الفجوه بين التو فيلد ستور، الناس بتوع البي بي اكس والناس بتوع الاي بي او الفويس اوفر اي بي. فبالتالي هو جمع بين الاثنين مع بعض،
فبقى الانترفيس بتاعه زي ما احنا هنشوفه في خلال الدوره سهل اورجنايزد بشكل كبير جدا، يعني سهل جدا سواء في الاستخدام او في الفهم. واهم حاجه بالنسبه لنا الفهم، احنا قلنا انت ممكن تنقل من سيستم لسيستم لسيستم بشرط انك تكون فهمت الكونسبت، فده اللي هنركز عليه في الدوره مع انها دوره عمليه، لكن هنركز على الفهم، ان انا قبل ما اعمل امبلمنتيشن لفيتشر او لسيرفيس معينه لازم اكون فاهم الكونسبت بتاعها والفلوسفي بتاعتها عامله ازاي، علشان اقدر انا ابدع فيها او يعني اطور فيها او اطلع منها نواتج ممكن المنافس او الناس اللي بينافسوني فيها يبقى صعب ان هم يطلعوها لو مش فاهمين الكونسبت بتاعها. فيعني الاسباب دي احنا اخترنا سيستم زند علشان نكمل بيه الدوره، وهو ده ان شاء الله السيستم اللي احنا نكمل بيه بقيه الدوره بتاعتنا. طيب احنا قلنا الدوره بتاعتنا دوره عمليه، يعني هيبقى كل واحد فينا عنده فويس اوفر اي بي سيرفر، وهنطبق كل الامبلمنتيشن وكل الفيتشر الموجوده في الفويس اوفر اي بي سيرفر علشان اوصل في النهايه ان اقدر اروح عند العميل بتاعي اسمع منه الريكويرمنت اللي هو عايزها، اروح منزله السيرفر ومحقق له الريكويرمنت ويمكن اكتر من الريكويرمنت اللي هو طالبها كمان. طيب علشان نعمل الموضوع ده لازم نبتدي بقى الموضوع بشكل عملي. فاحنا كده خلصنا الماتيريال بتاعت المحاضره دي، وبما ان مفيش حاجه هنعملها في المحاضره دي فهندينا التمهيد للمفترض نعمله في المحاضره الجايه. فالمحاضره الجايه ان شاء الله مطلوب منك الاتي. دلوقتي سيرفر زيندا او سيستم زيندا المصدر الرئيسي للمعلومه هو الموقع بتاع شركه سمارت سوفت. فاحنا ندخل مع بعض على موقع شركه سمارت سوفت. ندخل على شركة سمارت سوفت الموقع مع بعض، smartsoft-eg.com smartsoft-eg.com. هندخل على السايت، طبعا انت هتقلب في السايت براحتك يعني عيش انت مع السايت، لكن انا اللي يهمني دلوقتي في السايت في البرودكت في الزندا كول مانجر. الزندا كول مانجر ده السيستم اللي احنا هنشتغل بيه ان شاء الله. برضو الصفحه بتاعته قلب فيها براحتك واقرا فيها براحتك، انا اللي يهمني حاليا ان انا انزل على اخر جزء اللي هو ريسورس اند داونلود. ريسورس اند داونلود فيه جزئين، اول جزء هو البروجرامز اند سيت اب سورس، دي كل السورس ماتيريال اللي انا محتاجها علشان اعمل بيها السيرفر بتاعي. هنا عندي الزندا ايزو، دي الايزو ايمج نفسها عباره عن ايزو ايمج حجمها تقريبا 2 جيجا، ده فول اوبريتنج سيستم زي الناس اللي اشتغلت الاستكس او ايزابيل نفس الايزو بالظبط، دي ايزو ثانيه. فاحنا المطلوب منك انك تعمل داونلود للايزو دي عندك. طب بعد ما بتعمل داونلود بشكل عملي انت بتاخد الايزو تعمل لها بيرن سواء على سي دي او على يو اس بي حسب انت بتشتغل بايه. طبعا الناس كلها دلوقتي بتشتغل باليو اس بي، فانت بتعمل لها بيرن على يو اس بي وتروح بعد كده تعمل لها انستول على السيرفر. لكن احنا طبعا بما اننا لاب دلوقتي ومش مطلوب من كل واحد ان هو يوفر فيزيكال سيرفر، فاحنا هنشتغل على فيرتشوال ميشن. فده كده جزء الريسورس، خلينا دلوقتي في الزند ايزو بس هي اللي هنتعامل معاها، تعمل لها داونلود براحتك. بعد كده الجزء اللي على اليمين ده الدوكيومنتس اند الجايدز، دي الماتيريال الرئيسيه ل سيستم زيندا تقريبا كامل فروم اي تو زد، دي عباره عن فيديوهات واخده الموضوع بالتفصيل وبالترتيب. يعني هنا الانستليشن في 2 فيديو، بعد كده الكونفيجريشن، بعد كده الريبورتنج، بعد كده الاوبريشن، وبالتالي لو في اي حاجات هتضاف هنلاقيها بتنزل معانا تباعا حاليا على الصفحه دي. فالمطلوب منك حاليا هتعمل داونلود للزيندا ايزو، وهتعمل داونلود او هتشوف التو فيديوز الخاصين بالانستليشن اللي هو الفيديو رقم 1 وفيديو رقم 2. التو فيديوز دول هيبتدوا واحده واحده يمشوا معاك من اول ما تاخد الايزو ايمج اللي انت عملت لها داونلود وتنزل فيرتشوال ماشين لحد ما توصل ان يبقى عندك سيرفر اب اند رانك، سيرفر حقيقي موجود شغال عندك. الفيديوهين شارحين الكلام ده بالتفصيل بالتفصيل قوي، فانت لو مشيت مع الفيديوهين واحده واحده انت هتوصل في الاخر انك تقدر تعمل انستليشن للزندا سيرفر بتاعك ويبقى السيرفر اب اند ران. فالمطلوب منك دلوقتي هتعمل داونلود للايزو، هتشوف الفيديوهين مره واثنين وثلاثه وتطبق مع التو فيديوز دول علشان تبتدي توصل للسيرفر بتاعك يبقى نازل عندك. ودي اول تاسك هناخدها وهنجهز بيها للمحاضره الجايه. احنا ان شاء الله في المحاضره الجايه هننفذ مع بعض الكلام ده عملي، لكن بما ان مفيش حاجه ديوتي دلوقتي مطلوبه منك تعملها، فمن هنا للمحاضرة الجاية ابتدي مع نفسك الماتيريال الموجودة معاك سواء السورس نفسه أو الشرح بالتفصيل موجود معاك، فنزل الحاجات دي وابتدي اشتغل وتعامل.
طبعا احنا هنا شغالين على فيرتشوال ماشين. انت اي فيرتشوال ماشين تول تقدر تستخدمها، سواء في ام وير او فيرتشوال بوكس او اي تول تانية، هو هنا شغال بالفيرتشوال بوكس. لكن انت لو بتشتغل باي فيرتشوال ماشين تانية مفيش مشكله، عايز تمشي مع الفيديوهات نزل الفيرتشوال بوكس. برضو الفيرتشوال بوكس هي فيرتشوال ماشين فري، عاملاها اوراكل، هتعمل لها داونلود عادي جدا. يعني لو قلنا فيرتشوال بوكس هي اول لينك على طول، هتعمل لها داونلود وتنزلها. الموضوع بسيط، فكده واضح يا جماعه. بس التاسك المطلوبه منك من هنا للمحاضره الجايه، ان شاء الله المحاضره الجايه يوم الاربع في نفس الميعاد الساعه 7، من هنا ليوم الاربع انا عايز الناس كلها تداونلود الزند ايزو وتمشي مع التو فيديوز، والمفترض المفترض ان انت ما تقابلكش مشاكل وتقوم السيرفر بتاعك لحد ما يجي المحاضره الجايه ونطبق وننفذ الكلام ده مع بعض. في ناس هتقابلها مشاكل زي ما قلنا، كل الناس مطلوب منها تعمل جوين على الفيسبوك جروب، واي حد هتقابله مشكله يبتدي يدخل على الجروب يشوف لو حد بيتكلم في المشكله دي يتابع ويدخل في الديسكشن، لو ما حدش بيتكلم فيها نزل انت السؤال بتاعك، اعمل بوست على الجروب نزل السؤال وشوف زمايلك اللي قابلتهم المشكله وقدروا يحلوها يردوا عليك، احنا نقدر نرد عليك وهكذا. واشوفكم على خير ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.